الموضوع التاني اللي عايز اتكلم فيه النهارده وهمسكه برضو واحده 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 واحده، رخص المدربين يعني ايه؟ وانا هنا بتكلم في صالح كره القدم المصريه تقريبا، يعني اللي انا فاهمه ان رخص المدربين اللي في مصر من ساعه ما بدات ان انا من امبارح للنهارده وانا بعمل لحضراتكم هذا الامر، من 2017 حضرتك احنا ما بنعملش دورات للحصول على رخصه للتدريب، فبالتاكيد كل مجالس اداره الاتحادات كره القدم السابقه من 2017 لغايه دلوقتي مسؤولين عن الكلام اللي انا بقوله، انا ما بتكلمش على مجلس اداره الاتحاد الكره الحالي. طيب الرخصه دي يعني ايه عشان الناس تبقى معانا في الموضوع واحنا بنتكلم؟ دورات تدريبيه بيعملها اي اتحاد محلي في العالم، اللي هو اتحاد الكره المصري، اتحاد الكره المغربي، اتحاد الكره التونسي، كذا، عشان طبعا بتبقى هذه الدورات بالتنسيق مع الكاف والفيفا. ليه تتعمل ليه هذه الدورات؟ لتطوير وتاهيل المدربين. طيب يعني ايه برضو؟ يعني مثلا الرخصه بتبقى مراحل A وB وC وD، ثم اعلى رخصه اللي هي بعد الاي، اعلى حاجه اللي بعدها او الاكبر منها هي البرو. طيب المدرب عشان يبدا يتدرب او يبدا بالتدريب يبدا بايه؟ لازم يتعلم فيها تدريب الناشئين ويكون فيها جزء عملي، وبيمشي المدرب بيبدا واحده واحده، دي ثم سي ثم بي ثم ايه؟ اعلى حاجه، وبعد كده تيجي اللي اعلى منها البرو. كل مرحله وليها اهميتها. يعني ما ينفعش مثلا تشتغل في جهاز فني في دوري ممتاز او دوري ممتاز به ومعكش الرخصه سي على الاقل، على الاقل. وحضرتك ما ينفعش تقعد على الدكه كمساعد في ماتش في افريقيا مثلا، سواء في دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه، الا لو كنت حاصل على الرخصه بي. لكن لما تبقى مدير فني لازم علشان تقعد على الدكه يكون معاك الرخصه A وما اعلى اللي هو او البرو. طبعا الناس كلها خدت بالها من تواجد الكابتن علي ماهر في المدرجات في اول ظهور افريقي لنادي فيوتشر. ليه؟ عشان الكابتن علي ماهر معوش الرخصة A، لا يمتلك الرخصة A، هو مش بسببه الحقيقة، هقول ليه دلوقتي. طيب أنا هنا في اللحظة دي مش هقدر ألوم المدربين، لكن يجب أن أنا أتكلم عن أو أتكلم مع اتحاد كرة القدم، مش فلان مش علان، لا مجلس ولا مجلس سابق ولا، أنا بتكلم على الحالي، أو أنا آسف ما بتكلمش حتى على المجلس الحالي، أنا بتكلم عن مؤسسة اسمها اتحاد كرة القدم المصري. حضراتكم من أيام ما كان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، شفنا اتحاد كرة القدم المغربي عمل إيه من فترة كده قريبة، أهي أيوة، عقد دورة مدربين الحصول على الرخصة برو بالتعاون مع الكاف والفيفا. عارفين الدورة دي كانت نتيجتها ايه؟ طيب النتيجة كانت مشاركة 23 مدرب للحصول على الرخصة مقسمين كالآتي: 20 مدرب مغربي ومدرب كونغولي في الدوري المغربي وقتها، ومدرب جنوب افريقيا بيتسو موسيماني، ومدرب سنغالي اليو سيسي. يعني هو ده اللي عايزين نوصله للاتحاد كرة القدم المصري الحالي. اللي اعرفه وحسب معلوماتي انا ان اتحاد كرة القدم المصري كان بيدرس الملف، لكن الحقيقه اتحاد كرة المصري الحالي ادار الملف بشكل غريب جدا. الحكايه بدات ازاي؟ الحكايه بدات بمفاوضات جاده جدا ما بين اتحاد كرة القدم المصري وأحد الكوادر المصرية الحاصلة على اليويفا برو، اللي هي رخصة اليويفا برو يعني، علشان يتولى منصب المدير الفني للاتحاد كرة القدم، تحديدا عشان يكون مسؤول بشكل مباشر عن موضوع رخص المدربين.
ويجيب محاضرين من اوروبا ومن عشان يقدروا يعملوا هذه الدورات. والحقيقه كانت فكره جيده جدا. المدير او المدرب ده او المدير الفني في ذلك الوقت للاتحاد اللي كانوا بيكلموه كابتن محمد عبد العظيم عظيمه اللي هو كابتن محمد دايما بيطلع معانا. لكن اللي حصل ايه؟ ان اتحاد كره القدم من الواضح ان هو انشغل بملفات المدربين الاجانب اللي بيجيبهم فيتوريا ثم التعاقد مع ميكالي، وفجاه موضوع المدير الفني لاتحاد كره القدم المصري ده اتنسى. ولكن عشان هي بتتقسم يعني حازم ياخد حاجه وبركات ياخد حاجه، فالاستاذ جمال علام حقه برضه ياخد حاجه، ياخد يعني ان هو يقدر يحط حد. يعني كابتن حازم امام جاب فيتوريا، كابتن محمد بركات جاب ميكالي، فالاستاذ جمال علام ايه اللي حصل؟ كالعاده تم التحايل على المسمى نفسه، وتم تعيين الدكتور جمال محمد علي، بالمناسبه شخصيه محترمه جدا، مدير لاداره المدربين، وتكليفه بشكل رسمي بملف الرخص. وقالوا اتقال، ما حدش قال لنا حاجه لكن احنا عرفنا يعني، انه اجتمع بمسؤولي الكاف علشان يبدا يشوف هنعمل ايه. طبعا كل الاحترام لكل هذه الاسماء، ولكن من الواضح ان الموضوع مش واخد اهميه من اتحاد كره القدم المصري بالشكل المطلوب، وده ظلم للمدرب المصري ولكره القدم المصريه. امبارح كنا بنتكلم في هذا الامر، ان المدرب المصري نازل لتحت في افريقيا، وايضا الحكم المصري نازل لتحت او المنحنى بتاعه نازل لتحت، لانه من ضمن الامور اللي بتخلي الانديه بره ما تطلبش مدربين مصريين او مديرين فنيين مصريين ان انت ما بتعملش هذه الدورات. امبارح بقى فوجئت بخبر غريب جدا، دكتور جمال محمد علي بيسافر الكويت علشان ايه؟ علشان يحاضر في الرخصه هناك. تخيل حضرتك، طبعا قيمه الدكتور جمال محمد علي قيمه كبيره، ويقدر يعمل وهو راجل اساسا محاضر واسم كبير يعني، بس حضرتك عارف ان هو، او حضراتكم لازم تبقوا عارفين ان دكتور جمال محمد علي رايح يعمل محاضره في الكويت علشان رخصه ما اتعملتش في مصر من 2017 لغايه دلوقتي. مفيش حد فكر ان هو يعمل للمدرب المصري اي حاجه. هو اتحاد كره القدم مش واخد باله يعني من هذا الامر؟ هل اتحاد كره القدم مش عارف ان عندنا عدم وجود مدربين مصريين حاصلين على الرخص التدريبيه؟ كده انت حضرتك بالبلدي يعني بتوقف حال وسوء المدربين المصريين في الخليج، وبتحرج كل المصريين في البطولات الافريقيه. اي بطوله رسميه بره مصر مش هتلاقي مدرب مصري قاعد على الدكه. وفي نفس الوقت انا بوجه التحيه لمدربين مصريين كتير سعوا واجتهدوا وصرف من جيبه علشان ياخد الرخص التدريبيه، سواء من اوروبا او من اسيا او من امريكا الجنوبيه. لكن يا جماعه ده مش دور المدرب والله، ده دور اتحاد كره القدم ان هو يجيب الناس اللي تعمل الدورات، خصوصا لما يبقى عندك كوادر كبيره ومهمه في كره القدم المصريه. ما ينفعش اللي بيحصل ده، ولا مدرب مصري معاه رخصه برو. ازاي؟ اعتقد ان النادي الاهلي مثلا ما عندوش مشكله في هذا الامر، لانه سواريش معاه هذه الرخصه، موسيماني خد هذه الرخصه، اي مدرب اجنبي تتعاقد معاه لازم هيبقى معاه البرو اللي هي الرخصه، لان هي مش هينفع يشتغل في اوروبا اساسا غير لما تبقى معاه. يعني كان في وقت من الاوقات كابتن محمد عظيمه مدرب في النادي الاهلي وهو حاصل على رخصه البرو من المانيا. لكن بقيه الانديه هتعمل ايه؟ الانديه اللي تقدر تجيب مدربين اجانب، يعني فيوتشر ممكن يجيب، بس هو استقر على علي ماهر، هو هيفضل علي ماهر طول البطوله كده قاعد؟ افرض الفيوتشر وصل النهائي في هذه البطوله، هيفضل علي ماهر قاعد في المدرجات؟ احنا بعيد قوي يا جماعه، بعيد قوي قوي. المغرب بعد الدورة الأخيرة دي أصبح 20 مدرب معاهم رخصة البرو، وإحنا ولا واحد غير موسيماني.
اتمنى بقى الناس اللي عماله تطلع لايفات وبنهدر دم اسلام واسلام ده اصله مش عارف ايه واسلام والكلام اللي حضراتكم بتسمعوه من امبارح لغايه دلوقتي ده، طبعا اتمنى ان حضراتكم تتكلموا في مثل هذه الامور. اتمنى ان ده يحصل. لو حضرتك بتتكلم عن مستقبل كرة القدم المصرية، حضرتك لما اتكلم عن في يومين اهو امبارح قانون اللعب المالي النظيف والنهاردة على رخص المدربين، يجب ان يكون هناك حلقات كتير جدا خلال الفترة اللي جاية على قانون اللعب المالي النظيف ثم رخص المدربين برضو.